السلام عليكم، أنا الدكتورة آلاء ميسر صادق، اختصاص دقيق تغذية سريرية وعلاجية من مدينة الموصل. كثير من مراجعين عيادة التغذية يعانون من مشاكل تتعلق بالوزن والدهون العنيدة، واللي تخلينا نحن كأطباء نلجأ بالطرق لحل مشاكل المراجعين. ومن هذه الطرق هي تقنية الكرايولايبوليسيس الموجودة بجهاز الكولتينج. هي تقنية آمنة جداً، وببساطة تعمل بتكسير الخلايا الدهنية من خلال تعريضها لدرجة برودة تصل ناقص 8 تحت الصفر، واللي تتم من خلال استخدام قبضات الجهاز تكون كبيرة وواسعة تشمل منطقة الدهون العنيدة. جهاز الكولتينج راح يخليكم تتخلصون من طيات الدهون الموجودة بأجسامكم بفترة قصيرة وسريعة. ودمتم بخير.